إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع متعلق بالشيخوخة والعمل، ومن ناحية أخرى يؤدي انقطاع عن العمل في عصرنا الراهن إلى زيادة النظر للشيخوخة ووصفها مشكلة نفسية واجتماعية وجسمية، حيث أن التوقف عن العمل يتضمن انقطاع أدوار اجتماعية هامة وتقلصا يعني ويقلص في الدخل وتقليلا في فرص الاتصالات الاجتماعية أيضا، وزيادة الوحدة التي يعني شخص يحصل له وحدة في هذه الحياة بشكل عام عند كبير السن، وأيضا الفراق، وهذا ما يعني توصل إليه كثير من العلماء عموما بأن التقاعد هو أمر سلبي جدا في الحياة في وقت الشيخوخة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.